لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب مرض الجوع وخشونة العيش، قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة والغريب: معنى قوتا أي ما يسد الرمق. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل بهذه الدعوة المباركة: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وهي دعوة مباركة من وجهين: الوجه الأول أن القوت هو ما يسد الرمق، يعني ما يكفي حاجة الإنسان فلا يسأل الناس شيئا. والأمر الثاني والوجه الثاني أن القوت الذي يكفي المرء عن سؤال الناس ولا يفضل عنه شيء فإنه لا يلهي عن الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا بهذه الدعوة إنما أراد الكفاف، وأيضاً عدم الانشغال عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن كفي الرزق في يومه وفي ليلته فقد رزق خيراً عظيماً. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر: قد أفلح من أسلم، وقد أفلح من أسلم ورزق كفافاً. وهنا الشاهد قال: ورزق كفافاً، فرزقه إذا كان كفافاً فإنه يكفي عن الناس وأيضاً لا يلهي عن الآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو. وهذه قصة عظيمة حدثت لأبي هريرة فيها فوائد عظيمة جداً، سنذكر بعضها بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني. وفي رواية أن أول من مر عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فسأله أبو هريرة قال: ما سألته إلا من أجل أن يشبعني. فسأله ولكن لم ينتبه أبو بكر الصديق لما أراد أبو هريرة رضي الله عنه فأجابه ومضى. قال هنا: فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما يمر به أبو هريرة رضي الله عنه. قال: وعرف ما في وجهي وما في نفسي. ثم قال: أبا هر، يعني أبو هريرة رضي الله عنه، قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته حتى دخل فاستأذن. قال: فاتبعته فدخل فاستأذن، فأذن لي فدخلت، فوجد لبن في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال أي صلى الله عليه وسلم: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، لأن الصدقة حرام على رسول الله، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، أما الهدية فيأكل منها ويطعم منها صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فساءني ذلك، يعني ساءه هذا الأمر، أي أنه في شدة الجوع. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وأتي بأهل الصفة. وجاء في رواية أن عددهم كان 70 رجلا. فساءه ذلك، يعني ساء في نفسه أنه سيذهب بأهل الصفة ويأتي بهم على هذا القدح
الذي لا يكفي إلا الواحد أو الاثنين. قال فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن، يعني قال في نفسه، فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، يعني يرى أنه أحق بشرب هذا اللبن. ثم انظر إلى هنا إلى تسليمه رضي الله عنه وارضاه، قال كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ثم قال ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. انظر هو في حالة جوع، وحالة جوع شديد، حتى أنه يعتمد على الأرض، يعتمد بكبده، يعني يسقط على وجهه كالمغشي عليه من شدة الجوع، ومع ذلك يأمره النبي بأن يذهب إلى أهل الصفة وأن يأتي بهم، ثم يناولهم قبله، يناولهم من هذا القدح قبله رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه قال ليس من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله ورسوله بد، يعني ما في مندوح عن طاعة الله وطاعة الرسول، مقدمة على حظ نفسه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو قوة التسليم، إذا جاء الأمر من الله وجاء من الرسول سمعنا وأطعنا. فأبي رضي الله عنه مع شدة حاجته يقول هذه المقولة، يقول ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطهم، قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي القوم كلهم، وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم صلى الله عليه وسلم، فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله، قال اقعد فاشرب، فقعدت فشربت، فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، قال فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري. قال وعن محمد بن سيرين رضي الله عنه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. هذا الحديث الثاني يبين ماذا كان عليه أبو هريرة رضي الله عنه كما في الحديث الذي قبله. هذه القصة كما ذكرنا فيها فوائد عظيمة، منها أولا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالفقراء والمساكين، وهم أهل الصفة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا مال لهم ولا مكان يؤيهم، فكانت إذا أدت الصدقة إلى الرسول أرسل إليهم، وإذا أتت إليه الهدية أشركهم صلى الله عليه وسلم، فلم يستأثر بما يأتيه لنفسه، بل كان يأخذ منه ويشرك غيره من المحتاجين والفقراء، وهذا من مكارمه صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه تسليم أبي هريرة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه الحال الذي كان عليه الصحابة، أبو هريرة أسلم في السنة السابعة للهجرة، السنة السابعة للهجرة في عام خيبر، ومع ذلك كان يلقى من الجوع والشدة كما ذكر في هذا الحديث أنه يعتمد على كبده على الأرض، فدل هذا على أن الإسلام حتى في وقت الفتوحات قد يعتريه ما يعتريه من النقص في الأموال ومن الابتلاءات، ومنها ما يحدث للرسول صلى الله عليه وسلم وما حدث لأبي هريرة في هذا الحديث. ومن فوائد أيضا هذا الحديث أن اللبن شراب وطعام، فاللبن من أفضل الأطعمة، فمن شرب منه فإنه يروى ويطعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استثنى اللبن في يعني في إذا قدم إلى الإنسان أنه يدعو بأن الله عز وجل يزيده من هذا اللبن،
لأن فيه بركة وفيه فوائد عظيمة جدا. ولذلك في هذا الحديث شربوا منه حتى رووا رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الذي يباشر الأضياف السنة في حقه أنه يعطي ويرد ويعطي ويرد، يعني لا يجعل الأمر يدور بينهم، وإنما هو يباشر فيعطي الأول ثم يأخذه، ثم يعطي الآخر ويأخذه، وهكذا حتى ينتهي. فهذا هو الأفضل في إكرام الضيف كما جاء في هذا الحديث أن أبا هريرة كان يعطي أهل الصفة، فإذا شرب الأول أخذه منه ورده إلى الثاني إلى أن انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن الذي يعني يضيف الناس يكون هو آخرهم شربا وأكلا، وهذا يستفاد منه على ما اعتاد عليه الناس أنهم لا يأكلون إلا بعد الأضياف. فيستفاد من هذا الحديث على هذه المسألة، أي أن ما يفعله الناس أنهم لا يأكلون إلا بعد الأضياف، يستفاد منه من هذه المسألة ومن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرب من هذا اللبن حتى شرب الجميع، فلما شرب الجميع شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن ساقي القوم هو آخرهم شربة، ساقي القوم هو آخرهم شربة كما جاء في الحديث، فأبو هريرة رضي الله عنه هو ساقيهم، يعني مباشر السقاية هنا، فكان هو آخرهم شربة، كان هو آخرهم شربا رضي الله عنه وأرضاه. وهنا مما يستفاد من هذا الحديث جواز الشبع أحيانا، الأفضل للإنسان أن لا يشبع كما جاء في الحديث حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا وآكلا كما قال صلى الله عليه وسلم، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هذا إن كان لا بد فاعلا. فهذا هو الأفضل أن الإنسان يكون في الغالب أنه لا يشبع، ولكن يجوز الشبع أحيانا، وإذا شبع دائما لا ليس هناك نهي، ولكن نتكلم عن الأفضلية. فأبو هريرة هنا شرب من اللبن حتى شبع رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، فدل على جواز الشبع. وإن كان بعض العلم يقول يجوز الشبع مطلقا ولا كراهة في ذلك، لأن بعضهم يضعف الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وشرابه ونفسه، ولكن هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى، كما قال أبو هريرة فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى أبو هريرة من شرب اللبن قال له صلى الله عليه وسلم فأرني، قال فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. هنا في قوله فحمد الله تعالى، هل هنا يستفاد من هذه الجملة أن الإنسان يستحب له أن يحمد الله قبل أن يأكل، أو أن الحمد يكون في آخر الطعام؟ الذي يظهر من سياق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله تعالى على ما تفضل به الله سبحانه وتعالى عليه بأن جعل هذه البركة في هذا القدح، فهذا القدح صغير يكفي الرجل والرجلين، ومع ذلك كف أهل الصفة حتى شربوا منه حتى ارتووا، ثم شرب منه أبو هريرة حتى شبع، وشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وبقي منه، فهذه بركة، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ودل على بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر من السياق أن النبي حمد الله على هذه البركة في هذا الطعام. وبعض أهل العلم قال يجوز، وبعضهم قال يستحب أن يحمد الله قبل الطعام ثم يأكل لظاهر هذا الحديث، قال فحمد الله تعالى وسمى، قال الحمد لله وسمى، قال بسم الله، ثم شرب من هذا اللبن. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن المراد بحمد الرسول هنا هو الحمد على ما من الله عليه من هذه البركة في هذا الطعام، فيشرع في أول الطعام التسمية وفي آخره الحمد له. قال وسمى، والتسمية واجبة على الصحيح. قال وشرب الفضلة، انظر شرب الفضلة وهو رسول الله
صلى الله عليه وسلم شرب من فضة هذا الشراب وهذا الطعام الذي هو اللبن، وبعض الناس قد يستقذر ذلك وما هو بمستقذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا يعني يستفاد من هذا الحديث أنه لا بأس أن يشرب في القدح الواحد، أن يشرب من القدح الواحد أكثر من رجل، ولا بأس بذلك ولا استقذار فيه، إنه لو كان مستقذرا لاستقذره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما دخلت الرفاهية على الناس وتوسعوا فيها صاروا يستقبحون ما ليس مستقبحا ويستقذرون ما ليس مستقذرا، لأن سؤر المؤمن طاهر، لأن سؤر المؤمن طاهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من الفضلة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس لو سبق إلى طعام أو سبق إلى شراب لم يأكل بعد ذلك. لا نقول أن هذا حرام، ولكن هو يستقذر ما ليس بمستقذر ويستكره ما ليس بمستكره. ولكن كما ذكرنا أنه عندما دخلت الرفاهية على الناس دخلت عليهم بعض هذه الأمور حتى استكره ما ليس مستكرها. فهذا يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان آخر القوم شربا، وأنه شرب صلى الله عليه وسلم من الفضلة. هذا آخر الفوائد على هذا الحديث، وفوائده كثيرة، ولكن هذه بعضها والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.